استنادا لإفادات شهود عيان. نعم. ما هو ملاحظ وما وقفت عليه النهار عن بعد من مكان وقوع الطائرة العسكرية؟ نعم. ما يقارب 40 شخص. نعم. جثة متفحمة. نعم. لا يمكن تخيل المشهد بكل مقاييسه. نعم. أقل ما يمكن وتجديد دائما ربما مصطلح الكارثة، لم يسبق لنا مشاهدة ما شاهدناه نهار اليوم. هل يمكن للمواطنين وحتى هل تقربتم من الطائرة التي سقطت بجمل جبل فرطاس؟ هل تقربتم؟ نعم زميلي محمد. نعم. الطائرة يمكن القول أنها تكسرت ولم يتبقى منها إلا بعض الأجزاء المتفرقة على مستوى مناطق عديدة بجبل فرطاس. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الخاصة. سقطت منذ قليل طائرة عسكرية بجبل فرطاس بأم البواقي بعد أن انقطع الاتصال بها بين قسنطينة وأم البواقي، هذا وتنقلت سيارات الإسعاف إلى عين المكان من أجل معاينة الضحايا، هذا وتجهل إلى حد الآن أسباب سقوط الطائرة وعدد الضحايا. سنوافيكم بالمزيد مشاهدينا من التفاصيل في نشرتنا اللاحقة، انتظرونا. De cette mi-journée, c'est également ce crash en Algérie. On en parle avec la correspondante de BFM TV, Neïla Latrousse. Merci d'être avec nous. Neïla, le bilan est extrêmement lourd. Oui, c'est la radio nationale qui l'a confirmé aux alentours de 14h. Le crash d'un avion de transport militaire a fait 99 morts près d'Oum El Bouayi. C'est à l'extrême-est algérien, non loin de la frontière tunisienne. On en sait un peu plus aussi sur l'appareil, un Mercure C-130, un avion qui transportait, selon nos sources, 103 personnes, des militaires et des familles de militaires. Si l'on s'en tient au bilan de la radio nationale, ça voudrait dire qu'il n'y a que très peu de survivants. سمعت العقيد فوزي الذي أنهيت مهامه من على رأس مديرية الاتصال والنشر بجهاز الدياراس بعد أن أحيل على التقاعد الإجباري، أسس في ظرف قياسي جريدتين، واحدة ناطقة بالفرنسية والأخرى بالعربية، أين تحصل هشام عبود الذي نال رضا العقيد فوزي على 6 صفحات إشهار يوميا أغدقت عليه بالملايين. أهداف سمعة عائلة الرئيس بوتفليقة بهذه الطريقة اللا أخلاقية يدخل في سياق حرب قذرة يديرها هشام عبود بالوكالة عن جنرالات وعقداء في جهاز الدياراس ممن أنهى الرئيس بوتفليقة مهامهم في صورة الجنرال جبار مهنا والجنرال حسان وشفيق وغيرهم. هذه العصبة تحاول اليوم بأسلوب قذر استرجاع نفوذها وسطوتها وهيبتها من خلال قطع الطريق أمام ولاية رئاسية جديدة لبوتفليقة الذي قلم أظافرهم الواحد. أنا ماشي ترشحت لأني عسكري، ولكن كنت باش نرجع نظام عسكري ديكتاتور. ولكن كنت عسكري سابق. كنت عسكري نعم. وزيتين جنرال نتكلم عليها. نعم تفضل. في وقت ما ترشحت لأن شفت يعني بعد ما خرجت من العسكر في 2005 يعني طلعت على الحالة اللي راهي فيها الجزائر وشفت باللي كاين نقايص بزاف وماشي غير بزاف اكثر من اللازم وحوست نفهم منين خرجوا هاد النقائص لان انا كنت جو سوي ان هوم كي ايتي ديجا انجاجي سي باسكو جيتي انجاجي كو سوي رونتري دون لارمي جافي 20 ans او كيك شوز كوم سا باسكو زيتي جيتي انجاجي بار بور لا. وضع كارثي في قطاع الصحة وانسداد عجل بالتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة للقطاع بمراسلة الوزير الأول تناشده فيها التدخل لإنهاء معاناة أزيد من 130 ألف عامل. احنا مازلنا نتناقشوا مع الوزاره ورانا نحسوا الجهات المعنيه، حتى الوزير الاول اللي اليوم بعثنا له رساله مستعجله باش يكون تدخل من عنده، لانه هو الوحيد القادر باش يدخل مع الوظيف العمومي. هل يا ترى مازلنا الى يومنا الناس راهم يديو 9000 دينار، الناس ما عندهمش ترقيه، ما عندهمش تكوين، ما يقدروش باش يمشيوا الى 10 اساتذه شبان 10 بروفيسور دو ران يو هذا مساكن دايرين لاشان حتى لجهنم ولا كيفاش؟
زيادات تتراوح بين 30 و40% في أجور موظفي ضحايا المادة 87 مكرر، ذلك بعد أن تقرر رسميا إلغاؤها في اجتماع الثلاثية الاجتماعية المنتظر في 23 من الشهر الجاري. إفريقيا تعيش مأساة أخرى، ولاحظتم خلال الأشهر الماضية على مستوى المنظمة الإفريقية إنشاء نظام خاص للتدخل السريع العسكري لحل مشاكل في بعض الدول. حان الوقت أن إفريقيا تتكفل بمشاكلها بدون لجوء إلى الآخر.